السلام عليكم يا اخوان، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم جبنا لكم الحلقة السابعة من تختيم سبايدر مان، اتوقع انها الحلقة السابعة يا اخوان. معليش انا عندي زهايمر، ما ادري انا قاعد اصور الحلقة قبل، يعني المشكلة اني انا ما يحتاج شرح. الله يذكر، اسكت. كاري رائع. طيب احنا عارفين ايه عن تشارلز ستاندش؟ لما نشوف، هو مدير الشؤون المالية في اوزجورب بقاله اكتر من 20 سنة. هو اعدم ومعروف بأعماله الفنية، ولو آخر دور في البيت ده ملكه يبقى غني جدا. لو كان ليه بيطارده يبقى هو ليه علاقة بديفلز براث. هعمل بحث عن كل حاجة في الملف ده. قوليلي لو لقيتي أي حاجة. أعتقد إن ليه بيخطط لحاجة أسوأ من مبنى البلدية. يبقى إحنا شركة دلوقتي؟ لأن الموضوع شكله كده. شركاء؟ ده كويس. تمام، سلام يا شريكي. يضحكون والله ذولا الغدران يا اخي. ماشي نشوف ايش هذا، مين دول الناس؟ شكل البوليس محتاج مساعدة. انا حبيت مين تو يا ولد، انا قاعد اضرب مين؟ هذا تعال تعال والله. شوف الخريطة ايه. خلاص تقريبا في انا ما للأسف ما قدرتش، ما ادري انه بيتكلم ابدا. واحد فيهم كان مستعجل على طول سمعنا. لا هذا يناديني، انت بالنجدة. انت متصاب؟ انا كويس. لازم تلاقي الاستاذ ستاندش بسرعة، خطفوا شوية ملثمين واجبروه يفتح بيته. هو عايش فوق في السطوح. طيب امسك نفسك يا اخوان. انا سعيد بوجودكم. مش لاقي عربية، متأكد اني ركنتها هنا. اللي سوى ده خلاص زي لي اللي قاعدين نلاحظ اصيل يعني. نفس الصوت. والله نفس الصوت. خلاص. اوه. لا كنت بشيلها. خلاص موت. هذا قاعد يرمي قنابل على اخوي ولا ايش؟ يلا يا كترو. اشتركوا
اوه كله لازم صاير لعيب هيك يعني. او اني مركز هذه المرة يعني بزيادة، اتوقع اني مركز بزيادة. يا الله استنوا، انتوا بتشتغلوا هنا برضو؟ المبنى ده بيطبق قانون موقف السيارات بصرامة. صارتوها انا مزيد. اوه ما اقدر اسوي اي حركه. معركة حلوة، مجهود ممتاز. فين المكان؟ الأسانسير مش هينفع لأنهم عارفين إن أنا هنا، لكن ممكن أتسحب عن طريق بير الأسانسير. يلا يا مسلم أنزل. يلا يلا، المفروض إن أقدر أطلع للسطوح من الطريق ده. كويس، قربت خلاص. ابعد عن الأنوار. ايش سويت انا؟ الله يجيب. ايش هذا النور؟ يختفي ولا لا؟ لا لا لا، جميل جميل. وين اللي هنا؟ ترى ترى خلي بالك، كل فوضى اللي سويتها تحت الحين خلي بالك. خلاص يا مسلم، مين رايك؟ المبنى ده عالي قوي. انا بالحريقة بجد. يلا حاجة زفت، حاجة حاجة زفت. لا يقول ولا قازفت او يعني قازفت. والله ما ادري. يلا حبيبي انزل، حبيبي انزل. اهو ستاندش. طيب دلوقتي ايه؟ دخل كلمة المرور. شكله متوتر، يبقى لازم اخلص عليه. كيف الحركة القاضية يا اخوان؟ بطنته سري سري. هذا بيطلع ولا بينزل ولا ايش؟
والله يا كترون. تعال ما يحتاج الضرب كلهم صح؟ أتوقع أنزل. لا 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 مهم مهم مهم. لازم أفضي الأوضة قبل ما أتكلم مع ستاندش. فاضي الأوضة، ما في أحد الأوضة. بس يلا بروح هناك انتقل. تعال بسرعة. اوكي انقفلت. يا مسلم والله 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 فوق 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 حبيبي. وين رمى ذا اللي كان يضربني؟ ايه هذا لو 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 اتفق علي. لا الله يحرقه كيف كذا قدر يضربني بوه بسرعة. حسبي الله يا رب يعيدوني يعني من مو مرة بعيد. الله لا يوفقك يا شيخ. انقلب شكله متوتر يبقى لازم اخلص. موت موت الله يحفظك موت. حكون صريح شكلها احلى وهي متحطمة. انا فاتح الطن عشان اركز. الله عليك Stop! Wait, hit!
وين باقي في ناس؟ طيب المكان امان، يا ريت يكون ستاندش على حد. خلاص خلاص الله اكبر. اوف 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 الله يحرق. القطعة الفنية دي ممكن ادفع بيها مصاريف الدراسة. ايوه الله كمان خلي خلي تحت انا بطلع فوق. لا باقي فوق هو. ايش قلتش لا ولا ايش؟ لا والله كنت بنط. وين ثاني الكلب ذا؟ الله يجيب لك حريقة يا شيخ. وين ابو شي رمي؟ ايوه تعال هنا. انا باك تجيني. يا مسلم. واضح ان دي غالية قوي. الله يحرقك يا حمار. يا كلب جلطني ذا الحمار اخيرا. يلا نحاول ده تاني. وين شرد الكلب الثاني؟ المكان امان. كانوا بيدوروا على ايه؟ دي سجلات ماليه بس. بخصوص ديفلز بريث عرفت الحكايه دي ازاي؟ هم عايزينها في ايه؟ ما اعرفش حتى ايه ده. مين ده الحمار الحين؟ استاذ اوسبورن بيحط فلوسه فيه من سنين. انا الوحيد اللي عارف المشروع ده لانه مخليه سري. خلاص انتهى. واضح انهم نقلوا شويه تسجيلات لسيرفر امن، معلومات الرواتب عن الدكتور اسحاق ديليني. مين ده بجد؟ مش عارف. وطي يلا يلا استنى الاسانسير. استنى اروان. والله هذه انا كره هذه الامور. اروان خلاص همسكه. حاول تنزل ابطا. انت كويس؟ ممكن فعلا. كويس كويس. عارف مقارنة ببير الأسانسيرات ده جميل. أخيرا خلصنا مرحلة
ما بقول شيء. يا يوري انت كويس؟ ايوه، بس انا ملحقتش اخد اي حاجه من ستاندش قبل ما يدخلوا علينا السمور ويبعدوني. وايه الموضوع؟ انا حاسه ان كل اللي يهمهم انه يفضل ساكت لانه عارف عن دافلز براث. تمام، ايا كان ده بشتغل على ده، وبيتهيألي اني لقيت طرف الخيط. طرف خيط؟ بقيت ظابط. انت قصدك الشرطي العنكبوت؟ انا بديت اشوف دول كده. عاد خلاص قفلت. انا بديت اشوف دول الكلاب. بيتر، ايه اللي حصل لستاندش؟ هو كويس. طيب كويس، والشياطين؟ كانوا بيدوروا على اسمه. معاكي قلم؟ طيب يلا. دكتور اسحاق ديليني. طيب مين هو وبيعمل ايه؟ كنت اتمنى ان انت اللي تقوليلي. شغاله بس اديني وقت. او قبل ما انسى، انت نسيت متعاقب توم ستون عندي، هسيبهولك في معمل دكتور اوكتافيوس، وهبقى اعرفك وصلت لايه عند ديليني. طيب مرحبا حبيبي. مرحلة لكل الوحدات، الضباط يطاردون طيارات المعتدين. الموقع المنشود هو ضواحي نوماد. ايش فينا؟ ايش هذا؟ والله ما ادري. هذا مرحلة بسرعة. اوف، طلق علي؟ انا ادري كيف. الشياطين في عملية انتحارية، في قنبلة في العربية اللي قدام. سلم الدكتور. آسف إني بكلمك في وقت متأخر، بس عندي وعي مفروض بالأفكار. كنا بنفكر في حدود صغيرة يا بيتر، لنعوض الأطراف المفقودة بأطراف. وصلنا لمحطتك. واحدهم. موت. مين طارق علي يا مدين؟ الله المستعان. الله ايش قال الدكتور؟ والله ما ادري ايش كان هبت كلام. ما ادري. اهلا، عندك وقت تدور لي على حاجه؟ لا، لكن لو سالت بلطف. جات لي مكالمه بخصوص صندوق مريب على سطح في هيلز كيتشن. اقدر اتصل بفريق القنابل، بس اذا كان ده مجرد مشروع علمي للطفل. عارف، ازمه ماليه وما الى ذلك. ف ممكن لو سمحت تدور عشاني؟ لا. اهي الكلمة السحرية. اتمنى يكون مشروع علمي الصفر. ياه، وحشتني الايام. مشاريع المدرسة كانت اسهل بكتير من مشاريع الحياة الواقعية. تمام يا اخوان، المرحلة الجاية هذه نسويها في الحلقة الجاية بسم الله. عملاء روزبيل، هنا القيادة. ايه الحالة؟ موقع اكس راي تحت الهجوم. الموضوع صار عشان نطمض. المهم، شكرا لكم يا اخوان المشاهدة، واتمنى ان عجبتكم الحلقة يا اخوان، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وبس، اذا عجبكم مقطع حطوا لايك، واذا عجبتكم القناة حطوا اشتراك. وبس يا اخوان، شكرا لكم، مع السلامة يا اخوان.